احنا سعيدين بخبركم بان مراكش والمغرب يحتضن اول قمه لروتاري الدولي. هذه القمه تنظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الشرفي لروتاري بالمغرب، وستمر أشغال هذه القمة حول الروتاري من أجل التنمية المستدامة بإفريقيا. أكثر من 750 مشارك اللي عايجيو إن شاء الله لمدينة مراكش لمشاركة في هذه القمة. المحاور الاستراتيجية اللي نتكلموا عليها في هذا المؤتمر وهي الأم والطفل والصحة والبيئة والماء والسلم والتنمية المستدامة. عادي يجيوا خبراء من جميع الدول، 54 دولة من إفريقيا ومن دول أوروبا وأمريكا، ويجيوا خبراء باش يتكلموا على هذه الأمور. هذه احنا الحمد لله في المغرب عندنا متقدمين في هذه الامور ديال التنميه المستدامه من لا كوب 22 اللي احتضنا في مراكش هنا نيت، والحمد لله احنا غاديين في برامج اللي يمكننا نصدروها لدول حدا اخرى ونعاونوا دول حدا اخرى في افريقيا للنجاح في هذه المهمه. هذه احنا عندنا 20 ديال النساء في الكلوب ديالنا، كنا من حرفيين من سيكتور داكتيفيتي مغيرين، معنا اطباء معنا مختلفين، وكنا تنخدموا متطوعين باش نفيدوا المجتمع بشي حاجه خيريه. ما عندنا غير خيريه، عندنا لا بارتي كولتوريل وعندنا لا بارتي سوسيال. احنا النساء وما كاينين دي كلوب فيهم نساء ورجال، ولكن الكلوب ديالي انا سبيسيالمون نساء 100% نسائي. تنعاونوا في النظام ديال السومي افريكان ان شاء الله الافريقي، القمه الافريقيه اللي غادي تكون في 29 مارس ان شاء الله. عندنا توامه مع بزاف ديال الكلوب في افريقيا، وغادي يجيو النساء من افريقيا كثير ان شاء الله اللي غادي نستقبلوهم نهار 27 في الشهر. فما كاينش دور مراه او رجل، احنا بجوج مجموعين باش ننجحوا هذا المؤتمر، لان قمه كبيره هذه لاول مره كتقام على صعيد المغرب. فهناك مجهودات كثيره لا من جهه الرجاله او من جهه النساء باش تكون تمثيليه ديال المغرب على الصعيد العالمي، لان لما يكون تنظيم منسق والاشياء النطاق ديالها تكون يعني موزونه ومضبوطه لازم غادي يكون الصدى يمشي بعيد، وان شاء الله تكون الاسم ديال المغرب هو الحمد لله موجود على الصعيد العالمي وغادي يكون اكثر ان شاء الله.